السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد معكم شباب خواتي قبل المدة. الله فيديو مساء والصلاة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم في هذا الفيديو الأسطوري هنا أجيب لكم طريقة خرافية أسطورية للحصول على كودات فري فاير بطريقة مضمونة ومجانية وبدون نقاط وبدون أي شيء. المهم اللي كنكتبها الفيديو مليها سطير، وثانيك حبيت نشكركم على الدعم الرهيب والاسطوري. المهم هذا الشرح كله عباره عن موقع راح تجي رابط تحت في الوصف. ننصحكم ما تخطاوش لا فيديو باش تفهموا كل شيء، لخاطر راح نعطيكم استراتيجيات وكيفاش تدوا الكودات بطريقه خرافيه وكشغل سريعه جدا، لانه ذا الموقع راه يحط كودات على ما اظن دائما او كل يومين او 3 ايام. وخليكم على الفيديو. مرحبا بكم مرة ثانية في الفيديو الأسطوري اللي تخص الموضوع مالي كنكتب على الفيديو مليح، ما تخطى حتى ثانية لا خطر أي كلمة ولا أي حاجة راح نديرها في الفيديو مهمة جدا جدا. انت مالك انك تدخل في الرابط اللي تجي تحت في الوصف، ما ادخل عليه، انا راني نسخ الرابط ندخل عليه كما راكم تشوف هكذا. اذا ما عرفتش تدخل في الرابط ولا ما جاكش الرابط، اكتب هذا الاسم اللي تشوف في الفوق، ليان ليون تيش ولا تاتش ولا المهم تكتبوا مباشرة حولك على الموقع. قولي من بعد كيفاش راح ندي الكودات ولا كيفاش راح نحصل الكودات. كي تدخل الموقع تهبط كيما راكم تشوفوا هكذا، نهبط 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 هنا راح تجد الكودات. قولي كيفاش راح نلحق بالكودات، الكودات كيفاش نلحق بهم. هذا التطبيق ولا هذا الموقع راح يدير ريلود ولا يعاود روحه ويحط الكودات، ولا كل مرة كل يوم او كل يومين كل 3 ايام. المهم بصراحة مش من الوقت حيدين، انت كل ما تكون قاعد تليفونك ادخل على الموقع شو اذا حط كودات جديد. المهم مثلا انت كيفاش حتكون خفيف باش تدير الكودات، لازم تحط ورقة وسيلو قدامك، مثلا كتب الكود او دير موقع استبدال الكود. ولي اذا كنت عندك راسك خفيف ولا تحفظ سريع، مثلا هنا احفظ اي كود، هنا مثلا نحفظ هذا الكود D4G1 مثلا، نكتب يعني كتبتها G1 يا سطي، انا كنت كاتبها من الاول وخليت الموقع. المهم نعاود نولي الموقع D4G1 D33S، نكتبو D33، ما ننساش الكلمة لازم تكون دائما كبيرة. المهم 33S D5 D4 D5 D5 يا سطير، ونكتب دي كات او دي 4. المهم انت دير استبدال للكود، كل مرة راح مثلا خط راح يجيك الكود وخطرة مش راح يجيك، انت لازم تكون خفيف ولا لازم تكون كل يوم تجرب ولا المهم تكون كل ما تكون قاعد تليفونك ادخل الموقع اضرب طلة سي كودات جرب كودات، وان شاء الله باذن الله حيصلحوا معك الكودات. مثلا حاليا ما فهمت مشكلة في النت ولا في الموقع ولا في الكودات، ما تحذف الكود صراحة. المهم عندي وقلاء مشكل في النت، ثم جربوا دائما هكذا وان شاء الله هتحصلوا كودات. المهم نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، اذا عجبكم ما تنسوا شباب تحت الدين ابوني وجيم وتخلي منكم وتلحق على السطير. المهم في امان الله.